الو، سلام. فانا اتفضل اتفضل محتاج ايه؟ اتفضل. محتاج الكورس عشان المواد اللي بناخدها، وهيفيدني في شغلي بعد كده يعني. ماشي، اوكي ماشي. اتفضل. بس كده يعني؟ طب انت ايه اللي انت حابب تخشه في الكورس اللي انت تفهمه اكتر؟ يعني ايه اللي حابب ان انت تفهمه اكتر في الكورس؟ اللي فاهم قصدي؟ فاهمه اكتر في الكورس الاكسل. الاكسل في مجالنا في تحليل البيانات كويس جدا، ده كويس. بي الاكسل، يبقى كده احنا نعم اتفقنا على الاكسل. حاضر حاضر، عينيا. الاكسل والباوربوينت. الباوربوينت عندنا بنعمل فيه برزنتيشن، ف حاضر، ماشي ماشي، اوكي. يفيدنا برضه. عينيا شكرا. عينيا، حاضر. تمام. ايه تاني؟ في حد تاني ممكن يتكلم معانا؟ مساء الخير، انتوا معايا ولا مش معايا؟ ايوه يا باشمهندس، انا مع حضرتك. ازيك يا عمرو؟ قول لي. ايه الاخبار؟ انا عمرو عاطف، انا او عمرو ادريس، انا صيدلي بشتغل في مجال الاجهزه الطبيه كدعايه وتكنيكال سبورت. فطبعا انا داخل الكورس عشان اكتر حاجه حسيت ان في بعض الاكسل تكنيكس وقع مني، زي مثلا ايكويشنز، ازاي اعمل معادلات للسيلز نمبرز بتوعي، ازاي اسهل على نفسي البروسيس ديت. فبالتالي انا دخلت الكورس ديت عشان اعرف ازاي اعمل الايكويشنز بتاعه الاكسل، تمام. وجانب طبعا الباور بوينت ان انا عايز لما اجي اعمل برزنتيشن ابقى عارف ازاي احط مثلا فيديو ليا انا شغال بحاله مثلا ومصورها، فاحط ازاي على الباور بوينت الفيديو ده، ازاي اعرف اشرح على الباور بوينت فيديو، ازاي اقدر اتكلم او اسهل للناس المعلومه بحيث ما تبقاش هي فرستريتد مني وانا بشتغل. حاضر فهو ده كان هدفي يعني. حاضر حاضر. إيمان، قولي لي. إيمان اتفضلي. مستر محمد، عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس، اتفضلي. طبعا حضرتك عارف ان انا شغاله في مجال الملابس. طبعا كان هدف الفتره الجايه ان انا بعمل بيدج وبفتح مكان، فكنت عايزه اسوق بطريقه كويسه لشغلي اكتر. تمام. فانا خدت عشان ينفعني في مجال التسويق، وطبعا الحسابات اللي حضرتك عارف على الاكسل وكده، وينمي معايا شويه حاجات كده محتاجاها. حاضر ان شاء الله استفاد من حضرتك اكتر ان شاء يعني. الله ان شاء الله. حاولي يعني تتابعي الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله هتستفيدي. بصوا يا شباب، النهارده ان شاء الله هتقدروا تعملوا اول معلش في حد مشغل حاجه جنب حاجه، يعني مشغل مثلا موبايل مع لابتوب، بحاول بس يقفل المايك او يقفل السماعه هنا ويسمع من هنا. فانا قصدي يا شباب ان انا ان شاء الله المحاضره دي هيكون فيها حاجات هتفيدكم كتير قوي، وتقدروا تستخدموها من اول محاضره ان شاء الله. وان شاء الله يا عمرو، ان شاء الله هتعمل النهارده اول معادله في حياتك، وهتعمل حاجات معادلات كمان تقدر تحسب بيها حاجات كتير قوي في شغلك. خلاص ماشي يا زمن. تمام مع حضرتك. تمام. خالد السيد او سعيد؟ سعيد ولا سعيد؟ سعيد. السيد. تمام، اتفضل. أنا مهندس مدني، وبالنسبة لي موضوع الباوربوينت عاوز يتطور شوية. تمام. لأن أنا بعمل برزنتيشن كتير، فمحتاج إن أبقى شوية بروفيشنال فيه يعني. حاضر. والإكسل برضو، بس الإكسل يعني أنا بعتبر نفسي مقبول فيه. إن شاء الله يبقى إكسلنت كمان، إيه المشكلة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يارا، يارا، يارا. إسلام، السلام عليكم. أنتوا معايا؟ ألو؟ أنا سامعك. لا، الباقي بقى. مع حضرتك يا باشمهندس، مش حضرتك. تمام. هو بس الفكرة إن أنا بس يعني مستغرب بس العدد، يعني احنا بس احنا عددنا ستة، احنا سبعة او ستة. فانا بس الفكرة ان العدد لسه قليل. حاضر، ستة بس عشان بس نكون هنبتدي ان شاء الله. فانا مش حابب ان انا ابتدي وحد تاني يدخل، فاهمين قصدي ايه؟ ونقول لي تبعيد وكده. احنا عايزين نمشي كلنا مع بعض، زي ما خرجنا كلنا مع بعض نرجع مع بعض. اوكي. طب قولوا لي مثلا شباب، مثلا ايه اللي نفسكم مثلا تحققوه مثلا في الكورس ده؟ مثلا يعني مثلا ايه الحاجه اللي في مخيلتكم عايزين تعملوها؟ فاهمين قصدي؟ بالنسبه لي انا ابقى بروفيشنال في الباوربوينت، بحيث ان لما اعمل اي برزنتيشن للزملاء حتى عندي اوصل لمرحله لهم هاتوا فلوس بقى، ما فيش مشكله. وماله المشكله؟ وماله، انا اشتغلت فريلانس كتير.
بالظبط اوصل لمرحله بروفيشنال انا ابقى قادر اعمل حاجه هم مش عارفين، مع ان هو ممكن يكون بسيط بس تريكس اند تيبس المفروض حضرتك فاهمين ازاي نعمل. هو فعلا هو عباره عن خطوات كده بتجربوها مع بعض عشان تسمع في الاخر في يعني ايه كشكل معين. ان شاء الله هي النهارده بصوا يا جماعه احنا حاطين بلان كده معينه اللي احنا ندي 2 اكسل 2 سيشن اكسل 1 سيشن وورد 1 سيشن باوربوينت. اوكي فالباوربوينت ان شاء الله يعني انتم ممكن نخش بقى مثلا اكتر من 3 ساعات عشان اشرح لكم حاجات كتير قوي، وبعد كده بقى انتم بقى ايه يوز ايماجينيشن اللي هو بقى ايه استخدموا بقى مخيلتكم وعيشوا في الموضوع فعلا مفيد جدا وانتم تقدروا تستخدموه في حاجات كويسه. اوكي يا شباب ممكن اسال حضرتك حاجه يا مستر؟ اتفضل يا مستر. سامعني حضرتك؟ انا سامع. طب هو ده يفرق ايه عن الداتا اناليسز اللي انا باخدها مع حضرتك ناحيه ان انا هاخد برضو نفس الحاجه؟ ده بيزك البيزك ده بيركز على الحاجات الاوليه. الفرق بتاعه مش كتير عشان الوورد والباوربوينت هتلاقي فيه حاجات مش موجوده في الداتا اناليسز. يعني ده من الاخر كده من ده الاول، فاهم قصدي؟ يعني دي كده الخطوه الاولانيه. فبصي ممكن في الحته دي في الكورس ده ممكن تركزي فيه شويه، ممكن تستخدميه في شغل. خلاص تمام. انت عملتي قلت لك عليه صح؟ هو انا بس كان معايا مشكله كده امبارح. حاضر ماشي يا ستي، ان شاء الله خير. وانا ان شاء الله نعم ان شاء الله باذن الله يعني الايام دي باذن الله. طب بصوا يا شباب انا ابتدي هشتغل اهو عشان يعني عشان ما نطولش اكتر من كده. بصوا يا شباب انا بس نسيت اعرفكم بنفسي، انا اسمي محمد تحسين، انا هنا سيرتيفايد ترينر هنا في SIS، بقالي 4 سنين ونص داخل في 5 سنين بدرس بقى اكسل باوربوينت داتا اناليسيس، بشرح حاجات كتير جدا. فان شاء الله ان شاء الله اكون معاكم في خلال الشهر ده ان انا اخدكم كده نمشي انا وانتم كده انجز بعض ونمشي في الطريق بتاع مثلا الاكسل والباوربوينت والوورد. اوكي يا شباب يلا بينا مع حضرتك. حضرتك هتبدا النهارده ان شاء الله وورد ولا اكسل؟ لا اكسل اول 2 سيشن اكسل. خلاص تمام. اول حاجه النهارده هنبتديها اكسل، واول معادله تكتبها بايدك واول كل حاجه تكتبها بايدك. قبل اي حاجه بس انا عايز بس ان انا احط لكم الشيت اللي انتوا هتعملوه اللي انتوا هتشتغلوا بيه ده، هبعته لكم على الجروب علشان لو انتوا فاتحين الاكسل من على الجهاز تقدروا تشتغلوا معايا. اهو انا هبعته دلوقتي، اهو انا كده بعته لكم كده، هيكون سمع عندكم متهيألي كده سمع. الاكسل في 2016 2019 ولا مش شرط؟ ده مش شرط. لا الاكسل هنا ده مش شرط. خلاص اوكي يلا بينا يلا. بصوا يا شباب احنا اول حاجه هنستخدم الاكسل النهارده، هيبقى اول حاجه الاكسل. طب ليه الاكسل؟ الاكسل يا شباب من اكتر البرامج شهره في التاريخ، يكاد اجزم ان ده احسن برنامج اتعمل في التاريخ كله. الاكسل تقدر ان انت، انا كده كده هعمل لكم برزنتيشن بس كلها كشرح الاكسل، بس انا بس حابب اقول لكم بس شويه حاجات علشان تقدروا ان انتوا تفهموها. الاكسل من الحاجات المهمه جدا في الحياه عموما، انا بستخدمه كمان كآلة حاسبه، بعمله كآلة حاسبه ان انا بس مثلا بعد مثلا اكتر من 300 200 1000 200، فبدل ما اقعد ان انا احسب 1000 2000 3 ممكن انا مثلا اعمل لهم زي حسبه كده او كالكوليتور اقول له مثلا ايه هنا مثلا 2200 او مثلا هنا كده 50 100، يعني 50 قطعه ب 100 جنيه وما اعرفش 20 قطعه ب 20 جنيه وهكذا، وفي الاخر هو يطلع لي التوتال. يعني مش محتاج انا اشغل دماغي، لا انا بعد وبخلص على كده، فاهمين قصدي؟ الاكسل اللي تقدر تعمل عليه حاجات حلوه جدا، تقدر ان انت يعني اقول لك ازاي تقدر ان انت تشغل يعني حاجات كتير قوي بيه، تقدر ان انت تستخدمه في حاجات كتير قوي. فان شاء الله ان شاء الله النهارده باذن الله تقدروا ان انتوا تستخدموا الاكسل النهارده وتعملوا معادلات فيه. الاكسل حلو جدا سهل جدا، ويلا نخش على الاكسل على طول. تعالوا كده نعمل مثلا شير اهو كده، شير ادفانسد بورشن اهو، ونخليها هنا كده. انتوا كده شايفين كده شباب صح؟
الو شايفين تمام شايفين. لما تيجي تخش على الاكسل ده اول بدايه بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه الاكسل تقدر تشوفها. هتلاقي الاكسل كده عباره عن اول صفحه دي تخشها. الصفحه دي اول ما تخش فيها كده هتلاقي عباره عن حاجات كتير كده اسمها هوم وانسرت وبيج لاي اوت وفورمولا وهكذا. الجزء ده كده اسمه تابس او ريبون اسمها ريبون. الجزء اللي فوقيها ده اللي هو انت بتدوس سيف وباك وهكذا ده اسمه تول بار، ده اسمه شريط الادوات، وده برضو يعني اسمه شريط الاستخدامات حاجه زي كده بس اسمه ريبون. ده كل ما ما تيجي فيه بينقلك على حاجات جديده انت بتستخدمها، والتابه دي بتبقى محدده ايه اللي يعني ايه اللي يشمل الكلام ده. تمام تمام. تعالى بقى هنا مثلا في قائمه الهوم. الهوم ده كده لما تيجي تقف عليها تلاقي فيه داتا كتير قوي هنا. طب انا دلوقتي عايز اعرف بقى الاكسل مثلا بيتكون ازاي. هيكون من اي بي سي دي، دي اسمها عمدان، عمدان ده اي بي سي دي اسمها عمود او كولوم، اسمه كولوم. كولوم دي يا شباب بتكتب كده كولوم، ايه ده كولوم بس ال ان سايلنت، ال ان ما بتتنطقش، كولوم بالميم. تمام ودي اسمها 1 2 3 4 اسمها رو رو. تمام يبقى الاي دي ال A B C D دي اسمها كولوم، وال 1 2 3 دي اسمها رو، والمربعات اللي احنا بنقف عليها دي اسمها سيل، سيل او خليه. تمام اسمها سيل. لما تيجي تدوس على السيل دي كده بص هنا كده بالمنظر ده هنا، قال لك ايه هنا؟ حد يقرا لي الجمله دي كده؟ حد يقرا لي دي كده؟ اسمها H3 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 اللي هي ايه؟ اول حاجه من الكولوم وتاني حاجه من الصف H3. خدت بالكم؟ يعني الخليه لما تيجي تقف هنا كده يبقى B2 اهي مكتوب عليها B2. خدت بالكم؟ فهي اسمها H3 وB2. مثلا تيجي تقف في اي حته هنا كده يقول لك K9 اللي هي او الخليه هنا الخليه K ورو 9. تمام يا شباب؟ وهنا الجزء ده كده اسمه شيت، شيت اسمه 1 2 اللي انت ممكن بقى تضيفه من هنا كده، وده شيت 1 تعمله ديليت او كليك يمين ديليت تعمله ديليت وهكذا. تمام ده اسمه ال دي ده شكل الاكسل، وده ال الكولوم او الاعمده، و 1 2 3 4 دي الصفوف. اوكي يا شباب اوكي. النهارده معلش خليكم بس في حين المايكات عشان بس ابقى عارف النت النت ساعات بيفصل، فانا عايز بس يعني حد مثلا معايا بس مش اكتر. هنا كده دلوقتي بقى احنا جايين نشرح الهوم. الهوم دي بقى يا جماعه الهوم دي مليانه حاجات حلوه جدا تقدر تستخدمها. شايفين الجزء في الهوم دي لما تيجي تدوس على الهوم دي كده، اسمعيني يا امان في الحته دي، تيجي تدوس على الهوم دي كده هتلاقي في حاجه اسمها كليب بورد. كليب بورد ده انا ناقل لك كل اللي في الهوم ده ناقله لك هنا كده، اسمها كليب بورد. الكليب بورد دي وصفتها ان انت بتقدر تعمل حاجات حلوه جدا في الاكسل. يعني مثلا محمد هنا انا عايز انقلها هنا، فلو دوست هنا كده بص حتى بيقول لك كوبي دوس كنترول سي. لو دوست على كنترول سي ودوست هنا كنترول في كده خد محمد دي من هنا لهنا. تمام طب انا ما عنديش كيبورد مثلا، ادوس هنا كليك يمين كوبي وادوس هنا كليك يمين بيست اهي، بيست اهي فنقلت محمد من هنا لهنا. تمام يا شباب. طب هنا مثلا كنترول اكس اسمها كت كت كت، يعني انت بتاخد نسخه على طول. هنيجي نعمل هنا كده كليك يمين كت كليك يمين بيست، فخدت محمد من هنا نقلتها هنا على طول، اسمها كنترول اكس كنترول في. حضرتك هو حضرتك خدت كوبي ازاي بس معلش عشان ما شفتهاش. اتفضل اتفضل هنمسح دي كده، هندوس كليك يمين كوبي كليك يمين بيست اهي، بيست بيست يعني الصق او ان او او الزقها كده. دي مثلا كنترول اكس، دي كنترول كليك يمين عليها كت كت اهي، كنترول كليك يمين بيست كان نقلتها هنا. طب بص بقى الحته الجايه دي حته حلوه قوي. شايفين كلمه محمد اللي هنا دي كده؟ محمد بصوا باللون البرتقاني والكتابه باللونها الابيض. انا عايز اخليها على تحسين، انا اسمي محمد تحسين بالمناسبه. هقف هنا كده واروح شايفين علامه المشت دي، المشت دوس عليها كده واروح دايس هنا كده. بصوا حصل ايه؟ محمد تحسين. خدت بالكم؟ يعني اتنقلت هنا، خدت بالكم يا شباب؟ طب انا عايز اخلي تحسين دي باللون ده كده، اروح دايس على اللون ده كده واخلي وادوس هنا على الفورمات بنتر اسمها او المشت ده كده وندوس عليها كده. وصلت كده يا شباب؟ وصلت؟ أنا مش مهندس. تمام ما وصلت. تمام وصلت. يعني يعني دي بتنقل الفورمات التنسيق، الفورمات للنفس. تمام أوكي. اسمها التنسيق. تمام فهتقف هنا كده وتعمل على دي كده وبعد كده تعمل دي كده فنقلت التنسيق. طب هننزل بقى هنا، هنا بقى الجزء ده كده اسمه الفونت. الفونت بص بقى الفونت ده، الفونت ده من الاخر هو اسمه الخط. شايفين كلمه محمد معموله ازاي؟
محمد دي معموله باللون الاحمر. ممكن مثلا انت مثلا ايه تخليها مثلا كبيره، تكبر الكلام، تخلي مثلا الخلفيه مثلا باللون الازرق، وتخلي مثلا الكتابه مثلا باللون الاسود، يعني تخلي اللون ده كده، وتخليها مثلا بدل ما تكون مايله تبقى واقفه كده، وتخليها بدل ما تكون اندرلايند اللي هي تبقى تحتيها خط كده تخليها ساده، وممكن تخليها بولد. بولد دي اللي انت تخليها كبيره يعني تخينه كده، بولد اهي تخليها صغيره، بولد اهي تخليها كبيره، وهكذا. تمام يا شباب؟ تمام. الجزء ده بقى اسمه الالاينمنت. الالاينمنت دي الجي برضو سايلنت. الالاينمنت يعني ايه الاين؟ الالاينمنت دي المحاذاه، المحاذاه او اللي انت المحاذاه، اسمها المحاذاه، انا اسمها المحاذاه. الالاينمنت، الالاينمنت دي اللي هي ايه؟ شايفين كلمه محمد دي مثلا او تحسين دي مثلا، انا عايز اجيبها في اليمين، اجيبها في اليمين اهي، اجيبها في الشمال. محمد دي اخليها في الشمال، اخليها في اليمين، اخليها في النص. فاهمين قصدي؟ طب الاورينتيشن، الاورينتيشن دي اللي هي الجزء ده كده، طب ممكن اخليها كده، ممكن اخليها كده بالعرض كده، او ممكن اخليها بالطول. فاهمين قصدي؟ التفاصيل اللي هي دي فاهمينها ولا السلام عليكم؟ اسمها اورينتيشن. دي حاجه اسمها راب تكست. راب دي بقى اللي هي ايه؟ بصوا يا شباب، يعني مثلا كتبت مثلا انا اسم محمد تحسين مثلا زينهم محمد، شايفين؟ لو دوست على كلمه، بص كان الكلام كان عامل ازاي هنا؟ خدت بالكم من هنا؟ انتوا الكلام كده واضح بالنسبه لكم؟ اه تمام. يعني الشاشه دي كده واضحه، الدنيا واضحه كده بالنسبه لكم؟ باينه الشاشه واضحه. تمام، كويس قوي. شايفين كده محمد دي بص داخله لجوه كده، خدت بالكم؟ يعني لما تيجي نقرب، بص داخله لجوه، فاهمين؟ لما تيجي ندوس راب، راب دي كده هتلاقيها جابتها تحتيها، خدت بالكم؟ راب دي من الاخر، شفتوا انتوا بتوع الجبنه لما بيحطوا طبق الجبنه كده ويروحوا عاملين له بالاستريتش كده عليه؟ صح؟ اه صح. اسمها راب، اسمها راب، رابنج اللي هو بيلف كده، بيلف الكلام، اسمها راب. خلاص، راب. وبرده الدبليو سايلنت، الدبليو في الراب دي سايلنت يعني ما بتنطقش. تمام. الميرج، الميرج الجزء ده كده، راب دي، راب دي اهي اللي انت بتدوس عليها كده تخليها تتفرد، تدوس عليها كده تخليها تنزل تحت بعض. الميرج، بصوا الميرج بقى الجزء ده كده، شايفين؟ بصوا دي خليه ودي خليه، فاكرين ان احنا قلنا دي خليه ودي خليه، صح؟ مش احنا قلنا دي خليه ودي خليه؟ لما تيجي تبص هنا، بصوا دي بقت خليه واحده. ليه بقى؟ عملنا ايه بس؟ معلش، ما احنا ما عملناش حاجه والله لسه، ما عملناش حاجه، هي معموله اوتوماتيك. بصوا هنعمل بقى ايه. بصوا يا شباب، شايفين الجمله دي كده؟ ان انا مثلا عايز اخلي الجمله دي كده، الجزء ده كده يبقى مقفول، هندوس على دي كده وندوس عليها كده، بصوا بقت كلها كلمه واحده، خدت بالكم؟ بقت كلها خليه واحده. يعني لما نيجي نكتب مثلا مثلا اوفر، مثلا اوفر، ونكبر الكلام. فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى كل الكلمه دي في خليه واحده. فالسلام عليكم ولا ايه؟ فاهمين مع حضرتك؟ تمام، كويس جدا. شويه كده تشغل وورد على الحته دي مثلا. ماشي، مفيش مشكله، ما الوورد اكيد في الحته دي. على فكره يا جماعه، كل اتفضل يا امان. بتقول ايه؟ الفولدر اللي حضرتك بعته على الواتساب. سامعني كده يا مستر؟ ايوه كده، ايوه ايوه كده. شيلي اللي انت كنت بتتكلم منه ده. نعم، معلش. قولي. الفولدر اللي حضرتك بعته على الواتساب. ماله؟ اما بعمل له اوبن على اللابتوب بيكتب لي ان هو مش موجود. مش موجود؟ انت منزله الواتس، منزله الاوفيس عليه؟ منزله مايكروسوفت اوفيس عليه؟ المفروض منزله البرامج كلها. طب في المفروض يعني ده يدخلنا على الاكسل؟ ده المفروض، بس ممكن يكون مش نازل عندك مايكروسوفت. طب انا اقول لك على حاجه يا امان، استني. هو موجود عندي مايكروسوفت. ايه؟ عندي مايكروسوفت. طب لو انت دوستي اوبن ما بيجيلكش. طب انا يعني مش عارف اساعدك حاليا. طب انا اقول لك على حاجه يا مان، اديني بس لحظه، ممكن بعد المحاضره او في البريك مثلا ممكن اخش معاكي واشوف الحاجه دي على الجهاز؟ ممكن؟ مفيش مشكله. ماشي ماشي، اوكي اوكي. المفروض لما يفتح معايا يجيب لي نفس ما حضرتك عندك كده. نفس 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 الحاجات اللي في الاكسل دي كده. الهوم اللي موجود عليه وكده. ايوه ايوه بالظبط. هو بيكتب لي سوري وي كودنت فايند. حاضر، انا هشوف. انتوا فتح عندكم يا جماعه على الاكسل؟ فتح اه فتح عندنا. فتح. يبقى اصبري كده يا مان، انا هخش معاك واعملها لك. حاضر، عينيا ليك، عينيا ليك. بصوا شباب، شايفين الحته دي مثلا كده؟
لما تيجي ندوس مثلا على دي مثلا نخليها باللون ده كده، نخليها مثلا باللون كده، نعمل لها مثلا بوردر. بص الشكل ده كده بوردر اهو، نعملها كده مثلا بالشكل ده. لو احنا مثلا عايزين نعمل مثلا جدول مثلا، نعمل كده نعلم على دولك كده مثلا، ونختار هنا دي كده ونختار اول بوردر، او يبقى كده جدول، او فاهمين قصدي؟ يبقى ونخلي الجزء ده مثلا كده باللون الاصفر، ونقعد نكتب مثلا كده مثلا النيم، او مثلا نخليها كده الاسم، رقم التليفون، مثلا البطاقه. فاهمين قصدي يا شباب ولا ايه؟ الو، ما حضرتك تمام. بصوا كده الجزء ده كده، بصوا ركزوا كده في الحته دي، شايفين البطاقه هنا كبيره عندي. طب انا لو عايز اخلي الشكل ده زي البطاقه، زي الشكل زي الاشكال دي، هنعمل ايه؟ معلش انت حضرتك عملت الجدول ازاي جوه جدول بسرعه كده اهو؟ انت عملت ميرج؟ حاضر. لا ما عملتش جدول. لا لحظه، ما عملتش ميرج هنا. بصوا انا عشان نمسح ده كله، هنقف على ده كده، نعلم فوقيه كده وندوس كلير هنا، كلير اول كده، مسحت كل حاجه. اوكي وصلت كده؟ خليك معايا عمرو، افتح بس المايك. تمام معاك. هنيجي نعلم على اي حاجه هنا كده، اهو انا علمت اهو عادي اهو، صح؟ تمام. هنيجي شايف دي كده اسمها بوردر اهي، هندوس على دي كده السهم ده كده، ونيجي ندوس على اول بوردر اهي، هندوس عليها. بص عملت كده، وصلت كده عم؟ تمام. ولما نيجي نعمل كده ونروح عاملين دي كده، نخليها بالمنظر اللي هو ايه، يعني تكتب بقى اللي هو ده، يبقى الهيدر. الهيدر اللي هو ايه، اللي هو زي العنوان، اللي هو مثلا الاسم. تمام. التليفون، الحته دي ايمان هتنفعك قوي. البطاقه، فاهمين قصدي يا شباب؟ ده كعميل أي. لو عايز اعمل جدول العملاء او كجدول مناقصه مثلا، اي جدول، ما هو ده الجدول اهو، تقدر تستفيد اهو منها، صح ولا غلط ولا ايه؟ تمام كده وصلت، يعني تقدر تعمل جدول اهو، يعني وسهل جدا. تمام. صح اهو كده، احنا خلصنا الحته بتاعه الميرج دي. نيجي بقى على الجزء ده. بصوا يا شباب بقى، الجزء ده مهم قوي، ركزوا بقى في الحته دي. تعالوا بس كده نشوف مثلا الجزء ده مثلا بيعمل ايه. شايفين الجمله دي، الرقم ده احنا مش عارفين هو 100,000 ولا 10,000 ولا مليون، صح؟ مش مفهوم. الزيروهات كلها قريبه من بعض، صح؟ فممكن نعمل ايه بقى؟ الجزء ده بقى اللي بيحدد لنا انت عايز تشوف المية دي ايه، او الرقم ده ايه. لو انا دوست هنا كده ودوست مثلا على كلمة نمبر، بص ايه اللي حصل؟ جابها لي بعديها بعدد عشري، او اللي هي ديسيمال، اللي هي الارقام العشرية، خدت بالكم؟ اللي هي 00 دي. طب لو انا خليت بدل النمبر دي تبقى كرنسي، بص ايه اللي حصل؟ خدت بالك عمرو من الحتة دي؟ اللي هو خلى الكرنسي اللي هو حط لي رقم الدولار بعديها، اللي هو زي كانها عمله، قال لك دي مثلا مليون دولار، خدت بالك؟ وممكن كمان تغير الكرنسي دي، انك شايف علامه السهم دي كده، وتيجي مور اكاونتنج، واحنا احنا احنا كام احنا احنا رمزنا ايه؟ اي جي بي، صح؟ مش احنا اي جي بي؟ لحظه، اي جي بي اهي، وندوس اوكي، ان احنا كده مليون جنيه، صح ولا غلط؟ اي جي بي. طب لو انا خليتها مثلا بدل دي كده مثلا خليتها لا كده مفيش حاجه تاني. هو بص بيقول لك ايه، انت لو عملتها نمبر هيطلع لك بالرقم ده اهو، لو عملتها نمبر هيطلع لك بالرقم ده، لو عملتها كرنسي هيطلع لك بالرقم ده. اللونج ديت واللاست ديت اللي هو ايه، يعني ده شايفين ده تاريخ ميلاد بال 4/2/92، وده بقى اللونج ديت، يعني شهر يوم 3/4/2/92، فاهمين قصدي ايه؟ دي نعملها ازاي؟ مش مهندس، انا بتلخبط دايما، فكره ان انا اكتب 2/4/2000 مثلا 1992 جنب بعض، او اللي هي نكتب الشهر قبل السنه، يعني دي بتلخبطني. بس لحظه بقى هنا عشان ما تتلخبطش، تعمل ايه؟ بص بقى، تكتب مثلا وليكن هنا كده، تعالى كده، مش انت مثلا بتكتب وليكن اليوم قبل السنه، صح؟ قبل الشهر قصدي، يعني مثلا نكتب مثلا ايه 4/2/1992، صح كده؟ انت بقى ده انت مش عارف بقى اذا كان هو 2/4 ولا 4/2، صح؟ مظبوط. هنيجي مزبوط. هنا كده، هنيجي نقف هنا كده، شايفين هي الجزء في دي، شايفين الجزء ده كده؟ اه. نيجي هنا ونيجي نعمل مثلا لونج ديت، خليها لونج. فلونج دي بقى خليتها لك ايه؟ يبقى كده اتكتبت ايه؟ 2 ابريل او 2 ابريل. مع ان انا كنت 2/4/2، فاهمين قصدي؟ او انا اللخبطه بتيجي ان هو بيعكس لي التاريخ ويعكس. ايوه انا فاهم. انا فاهم. او ممكن مثلا تعمل كنترول زد، كنترول زد يا جماعه عشان ترجع تاني لورا اهو. في هنا عمرو، لو دوست كليك يمين هنا كده، في حاجه اسمها فورمات سيل اهي، تمام؟ دوس عليها كده، هو بيجيب لك انت عايز، هو بيختار لك بقى انت عايز انهي شكل. اقول له بص شايف الاشكال اهي، انت عايزها ايه؟ 14 مارس، لا نخليها بالمنظر ده كده اهو،
بص ده بيقول لك الفورمات يعني شكل ايوه الشكل، انت عايزه شكل ايه؟ هتقول له انا عايز 14 مارس 2012 بالمنظر ده، صح كده عمرو؟ ماشي مظبوط. دوس اوكي. بص بقى، فانت عايز بقى تكتبها، بص لما تيجي تكتب 4/2/1992 وندوس انتر، هو قال لك لا دي كده مكتوبه 2/4، فانت بقى تعمل ايه؟ تروح عاكس بقى، يبقى تكتب 2/4/1992، فكده يبقى ايه؟ 4 فيب 1992. وصل كده؟ ما هي دي اللخبطه يعني، انا بكتب 2 4 عشان تبقى 2 4 ولا لا ايه اللي جالي؟ لا انا قصدي، انا قصدي انك تبقى شايف انهي شهر اللي بتكتب فيه. ما انت ممكن تكتب 4 2 وفي الاخر تطلع ابريل 2 4. مظبوط، ما ده اللي بيلخبطني. زي عايز بقى تعملها ايه؟ انا على فكره، انا زيك على فكره عم. انا بعمل بقى الشكل ده كده، وانا بدخل الداتا بروح بص كده، بروح اعمل ايه؟ في هنا مثلا شويه تواريخ، مثلا 4/2/1992 مثلا 1/5/2002. احنا هنا المفروض 1/5، احنا انا قصدي ان انا اكتبها 1/5 يوم ماي بالظبط، يبقى اليوم الشهر السنه، صح كده؟ ده اللي احنا عاملينه. ايوه بالظبط. احنا بقى بنروح عامل ايه؟ لا انا عشان بقى اتفادى كل الاخطاء اروح واقف على العمود ده كله، اقف على العمود كله، مش العمود ده يا عمرو اللي انت بتكتب فيه التواريخ، مظبوط، هتروح واقف على العمود كله في اي حته في العمود او فوق هنا في العمود، دوس كليك يمين، فورمات سيل، فورمات انت بتعمل فورمات للسيل، بتعمل تنسيق للسيل اهي، وتقول له انا عايز الفورمات ده يبقى ديت اهو. مش ديت ده انت بتكتب فيه تواريخ، يبقى تكتبها ديت، صح؟ ديت مظبوط. وتختار مثلا، تنزل مثلا كده اخر واحده اللي انت لما عايز تكتب الديت يظهر لك شكل، يظهر لك اسم الشهر، اسم الشهر اسهل بالظبط. ندوس هنا كده وندوس اوكي. ابص حواليك اهو، فانت كده لما تيجي تحت بقى، بص تحت بقى خمسه، احنا قلنا كانت 1/5 بقت 5/1. ايوه بس انا قصدي حتى لو انت كتبته، بص انت ممكن تحول، على فكره التحويل ده بيبقى جوه من ويندوز نفسه، بس نفترض ان انت مش عارف تحوله، بس على الاقل تبقى شايف خطأك، تبقى عارف الاخطاء بتاعتك. أيوة ايه بالظبط كده، صح كده صح، يعني على الاقل انت ايه تبقى شايف، تبقى مش اللي انت بتكتب كده في الهوا، فاهم قصدي؟ ايوه صح. فممكن صح تعمل ايه مثلا؟ احنا مثلا قصدنا مثلا 1/7/2010 مثلا، دوس انتر، كتبها لي 7/1. لا خلاص، يبقى احنا نعمل 7/1 بالظبط بقى كده، يبقى انت على الاقل تبقى انت شايف الاخطاء بتاعتك وتعرف تحلها، بدل ما انت تبقى كاتب 5/1 او 1/5 وانت مش عارف، وانت بقى عامل حسابك ان هو اصلا بيحسبها لك زي ما انت عايزها، فاهمين قصدي؟ تمام. فهنا كده بصوا بقى، هنا يا جماعه الجزء ده كده، بصوا هنا الجزء ده كده طلع لنا مثلا 31%، انا عايز اخليه كرقم. سؤال معلش، في الفورمات سيل الريجن او الكانتري ما بتفرقش في الفورمات؟ يعني تعالى كده ندوس كليك يمين هنا، فورمات ريجن ازاي؟ مش فاهم يعني ايه ريجن او كانتري، فاهمني كده؟ لا في النمبر، في الديت يعني، سيلكت سيل كده وخلينا نخش على الديت في الفورمات سيل اهو، يعني اخش هنا كده مثلا في السيل دي مثلا، ادوس كليك يمين فورمات سيل اهي، اعمل ايه بقى؟ لا في الديت اي حاجه احنا كنا مختارينها ان هي تبقى تاريخ، مش اعمل ايوه تحت اللي هي اللوكال لوكيشن، ده بيفرق في حاجه مش عارف، بس ممكن نجرب مثلا يعني مثلا لوكال ايجيبت بس عربيك ايجيبت مثلا، ودوس انتر. كالندر بيقول لك ده الكالندر عربيك ويسترن، اللي هو على حسب التاريخ الهجري ولا ما هنشوف، تعال نشوف. لا بتهيألي اهو بص هجري اهو، بص حتى بيقول لك التاريخ الهجري اهو، بس مش ممكن تغير، تخلي اليوم والشهر زي انت قصدك تقلبهم مع بعض؟ لا لا لا، التغيير اليوم والشهر ده، بص يا جماعه تغيير اليوم والشهر ده عشان بس ابقى اعرفكم، في حاجه اسمها هنا كنترول بانل، عارفين كنترول بانل طبعا؟ كنترول بانل في حاجه اسمها هنا كده اوكي في السيتنج يعني الريجن، الريجن اهي، بصوا هنا بصوا كاتب ايه يا عمرو، بص مي قصدي الام دي المانث دي، خدت بالك الشهر قبل قبل اليوم، دي نظبطها بقى دي ام، ايوه دي ام اهي، تختارها دي ام وبعد كده بس كده انت ريحته، هو ده اللي هو متهيألي هو بالظبط كده اهو. ايوه بس يا جماعه بس انا بحب اكتبها بالتاريخ، يبقى اسم الشهر ظاهر قصادي. وصل كده يا شباب؟ تمام تمام حلوه دي، الدنيا اتحسنت شويه كده. كده مظبوط، كويس جدا كويس جدا. تعالى بقى نرجع تاني بقى ونقول الو. تمام بصوا كده يا جماعه بقى، في الحته الجزء ده كده شايفين كلمه 31% دي، يعني مثلا بتيجي تقسم مثلا مثلا وليكن مش عارف مثلا يعني مثلا 100,000، يعني بتيجي تكتب مثلا تقسم مثلا 100,000 على مثلا وليكن 70 و2 3، هيطلع لك الرقم ده. بص الرقم ده عامل ازاي، الرقم ده طالع 1.42، انت بقى مش عارف ده ايه الرقم ده، عايز اعمله بقى، طب هو جاب كام في الميه؟ تيجي تقف هنا كده، شايفين الرقم ده، شايف كده عمرو الحته دي، وتروح دايس على دي كده،
بص قال لك عامل 143%، خدت بالك؟ شايف الرقم ده كده 31%، دي كده 31 من 10 او من 100 يعني، فلو دوست عليها كده قال لك ايه 31%، فاهمين قصدي؟ يبقى حتى يغير لك الشكل، بدل ما تبقى علامات عشريه كده يعمل لك علامه البرسنتج اللي هي ايه؟ المثل. اوكي يا شباب؟ تمام. حد هنا بيستخدم اكسل ولا لا؟ هقول لكم على اكبر مشكله بتقابل الناس كلها في الاكسل. بص يا شباب، لما تيجي تكتب هنا مثلا، هوريكم بس على مشكله كده بتقابلكم كلها، ودي انا متاكد ان هي بتقابلكم. انت بتكتب حاجات يا عمرو في التليفونات هنا؟ يعني انت بتكتب حاجات على الاكسل؟ بكتب. تمام. يعني مثلا نكتب مثلا رقم تليفون مثلا، وليكن مثلا رقم اي رقم مثلا 015 كده 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 كده، وندوس انتر. مظبوط، والصفر بيروح بالظبط. دي مشكله، بيروح ليه؟ هقول لك ليه بقى، عشان ده حاجه تجنن. بحط او بدل زيرو. بتقابلك المشكله دي يا خالد؟ طبعا بتقابلك، صح؟ بصوا يا جماعه، المشكله دي بتقابل مصر كلها او بتقابل العالم كله. بدوس 0000 انتر، يختفي الزيرو. طب ليه بيختفي؟ لان بالطبيعي الاكسل بيشغل دماغه يقول لك ان 0001 2 3 على الشمال ملوش لازمه، صح؟ مش الزيرو على الشمال ملوش لازمه، صفر على الشمال ملوش لازمه، صح؟ خليكم فاتحين مايكات كده واتكلموا معايا. صفر على الشمال ملوش لازمه، فطبعا هو الاكسل بيشوفها ان هي ملهاش لازمه، فانا هخليها ليه؟ هو ده بقى اللي بيحصل بقى. فاحنا بقى ممكن نعمل ايه بقى؟ نعمل بقى لقطه حلوه جدا. شايفين بقى هنا كده، نمسح ده كده كله ونقول له ايه؟ شوف، فاكرين فكره يا عمرو لما احنا دوسنا هنا كده كليك يمين وعملناها فورمات سيل، بحيث ان اي حاجه تتكتب هنا تبقى تاريخ، صح؟ احنا بقى نعمل ايه كده؟ نعمل هنا كده، نعلم على الخلايا كلها ونقول له ايه؟ اي حاجه تتكتب في المدى ده من اول هنا لحد هنا، ندوس عليها هنا كده ونخليها تكست. تكست يعني ايه تكست؟ يعني نص. بص كده، اي حاجه تتكتب هنا خليها نص. لما اجي اكتب بقى 012 يا عمرو، خمسة هيبقى نص مش رقم. ايوه، خلت الزيرو دي اي خدمه، فاهمين قصدي؟ كنت بحط له الاو نص، فهو بيسيبه. هو خلاص، احنا كده فهمناه غلطه، بس كده وصل كده يا شباب الحته دي، ان انت بتعلم وتقول له خليها تكست. فتيجي هنا كده اهو 0000000 انتر، خليها لك، عشان هو مش فاهم ان ده رقم، فاهمين قصدي؟ هو فاهم ان انت بتكتب هنا نصوص، فاهمين؟ فاهمين؟ تمام. تمام كويس قوي. هنا بقى الستايلز اللي انت ممكن مثلا ايه، شايفين الشكل ده مثلا، او ممكن هنا مثلا شكل كده عمرو، انت نعمل هنا الجدول اللي انت عايزه. ركزي كده في الحته دي يا ايمان، لو انت شايفاه ممكن مثلا تعملي جدول. الجدول تعمليه ازاي؟ تروحي معلمه على اي حته كده، وتروحي نازله لتحت كده، وتروحي جايه هنا كده على السهم ده كده، وبعد كده تروحي عامله على دي كده اول بوردر، هيعمل لك الشكل ده كده. خلاص، الشكل ده كده، تمام؟ فانت بقى ممكن بقى ترتبيه بالشكل ده كده، تخليه مثلا كده اهو، تروح عامل على ده كده هنا كده المنظر ده كده، وتروح جاي عند سيل ستايلز وتخليه مثلا كده. بصوا، خلاه باللون الاحمر، خدتوا بالكم؟ طب تعالى مثلا نعلم عليه تاني بالراحه كده. ستيل ايه؟ سيل ايه؟ سيل ستايلز. سيل ستايلز اهي موجود اهي في الهوم. اكمل؟ تمام. اعلم عليه كده برده تاني، وسيل ستايلز اهي، ونخليه مثلا باللون ده. شايفين بتتحرك، هي بتتغير معايا، شايفين الحته دي؟ هو اوتوماتيك بيتغير معايا، انا ما دوستش لسه. بس انا يعني، انا والله يعني من نصيحه، انا بحب قوي تبقى الحاجه سيمبل، يعني تبقى الحاجه ملهاش، تبقى نورمال كده، تبقى اللي هي تعمل كده هنا ودي كده، وتعمل اول هيدر ده يبقى باللون الاصفر، بحيث تكتب وهنا يكتب تحتيها، فاهم من قصدي ايه؟ يعني انا من عشاق السيمبل، السيمبلسيتي. اوكي، يلا بينا يا جماعه نكمل على دي. تعالى بقى. طب مستر، معلش. اتفضل محمد. اتفضل. كده المهام اللي حضرتك مدينا اعملها، المفروض احدد لها خلايا زي كده بنفس الطريقه دي، صح؟ ايوه بالظبط، بالظبط. تمام، ماشي. دي حلوه على فكره، هي بصي كده، تعملي كده اهو، كده كده كده، وتنزلي كده، وتروحي هي جايه هنا كده، وتعملي جدول اهو كده. الجدول اتعمل اهو، هكتب بقى فيه كل البيانات اللي انا محتاجاها. وتروحي بس عامله، بصي تعملي زي تعليم، هقول لك تعملي زي تعليم كده من فوق كده، بحيث ان انت الجزء اللي فوق ده جزء عنوان. وصلت؟ الو، ايوه مع حضرتك. الجزء اللي فوق ده يبقى جزء العنوان، ممكن بقى تخليه مثلا باللون ده كده او باي لون، بس ان هو يبقى جزء العنوان. اوكي، اكمل؟ تعالوا نكمل تاني. تعالوا هنا كده، نخش هنا كده
هنا كمان تقدر تدخل في الاكسل صور، هنا كمان تقدر تدخل في الاكسل صور، يعني ممكن تدوس هنا كده وتعمل انسرت، انسرت اهي، وفي حاجه اسمها بيكتشر، دوس بيكتشر ونقول له احنا عايزين البيكتشر دي من الصور بتاعتنا من الديفايس، تمام، ونستنى نستنى كده وننزل مثلا هنا سكرين شوت. لا انا مش عايز سكرين شوت، انا عايز اخدها من عندي اهو، وندور عليها فين، يعني ندورها في اي حته، والوول بيبر دي مثلا نحطها مثلا بالوول بيبر دي مثلا او دي، هتنزل تبقى بالمنظر ده. فاهمين قصدي يا شباب؟ الو تمام. هو الجدول حضرتك عديته ده هترجع له تاني عشان ده هاممني جدا، انك ازاي تعمل فلتر والدنيا دي. أيوة. وازاي الالوان دي، اديني بس لحظه، اديني لحظه وانا كده كده معاك يعني. تمام. وفي انسرت شيب، شيب دي اللي هي بتبقى زي اشكال كده، سهم زي مربع وهكذا. خلاص تعالوا بقى، شايفين الجزء ده كده، احنا يعتبر احنا شرحنا اغلبيه الكورس ده كله، بس هنا احنا ناسيين الحته دي، الجزء ده كده اسمها conditional formatting. conditional formatting دي لوحدها يا عمرو انا عامل لها صفحه لوحدها كامله، صفحه كامله. اوكي اوكي تمام تمام. تعال بقى نشوف بقى conditional formatting يعني ايه. conditional formatting واحد كان قبل كده يعني وانا بشرحها راح قايل لي الترجمه بتاعتها الحرفيه، قال لي التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي من الاخر اللي انت بتقول له انا عايزك تعمل لي زي هايلايت هايلايت او الوان معينه بناء على شروط انا بديها لك. يعني بقول له ايه، دور لي على حاجه معينه واعمل لي عليها لون بناء على شرط انا بديه لك. فاهمين قصدي؟ يعني خليكم كده، معلش يا جماعه خليكم بس في حين المايكات عشان اتكلم معاكم شويه، انا حابب ان انا اتكلم معاكم، انتوا حبايب والله. بص يا عمرو، بص يا خالد، بص يا علي، بص، شايفين مثلا شايفين مثلا المرتبات دي، مثلا دي مرتبات صح؟ انا عايز مثلا اجيب اعلى ثلاث مرتبات، نعمل ايه؟ هنروح واقفين كده على العمود ده كله، خلاص كده يا عمرو، وهنيجي عاملين هنا كده كونديشنال. اول حاجه عم قال لك هايلايت، يعني ايه هايلايت؟ يعني اعمل لي لون كده، لون لون هايلايت، كانك بيقول لك هايلايتر، معاك هايلايتر تمام، وتقول له انا عايز الجريتر زين، انا عايز قصدي اللي هم مثلا الناس مثلا فوق ال 3000 جنيه هنا كده جريتر زين، ونقول له مثلا 3000 جنيه، 3000 جنيه اهو. خلاص بص عمل ايه، لون لك على اللي فوق ال 3000 جنيه، خدت بالك؟ طب احنا عايزين فوق ال 3000 ونص، 3000 ونص، بصوا 3700 3600 3900. طب لو انا كتبت هنا 4000 يا عمرو ايه اللي هيحصل؟ كله احمر. لا مش احمر خلاص، هيبقى هو ابيض اهي، احمرت اهي. انت تمام، خدت بالك؟ ما هي دي فوق ال 3000 ونص. طب لو انا خدت مثلا 3600 بقى فوق 3000 ونص، فاهمين قصدي؟ هتحمر يعني، فاهم قصدي؟ هي دي الفكره، ان انت بتدي له كونديشن او بتدي له شروط يطبقها لك، فاهم قصدي؟ طب تعالى بقى نشوف بقى هو بيعمل ايه. بص يا معلم، الكونديشنال فورماتنج دي تنقسم لكذا كذا خليه، كذا قصدي قائمه. القائمه الاولى اسمها هايلايت، هايلايت سيل، يعني هايلايت سيل انت بتقول له نور لي على السيل دي او اعمل لي هايلايت. جريتر زين ليس زين، اللي هي اكبر من واصغر من وبتوين. علي انت معايا صح؟ انت تمام كده؟ مع حضرتك اتفضل. يعني الدنيا كويسه كده معاك ولا ايه؟ طيب. لو في حاجه لو في حاجه عايز اسال فيها انا تحت امرك. لا خليك ماشي اوكي. هو بس ممكن انت شغال عليه ده هات، ممكن تبعته لنا؟ والله بعته على الواتساب، والله بعته على الواتساب. طب ماشي. لا على اللي هو الراتب الموظف المسمى والله موجود، والله موجود هنا في الكونديشنال فورماتنج، اسمها كونديشنال فورماتنج. اوكي تمام ماشي شكرا. اكمل يا شباب اكمل. تمام تعالى بقى هنا كده مثلا انا عايز اقول له مثلا بصوا يا جماعه هنا الجريتر والليس زين اللي هي مثلا اكبر من واصغر من، وعايز بتوين. تعالوا نشوف كده كلمه بتوين دي كده، يعني تعالى مثلا نعلم على دولك كده، انت اهم حاجه انت بتعلم فين عشان ده اللي هيظهر بعديها، فاهمين قصدي يا شباب؟ هنعمل نعلم عليها كده، اقول له مثلا انا عايز الرواتب كهايلايت بتوين اللي ما بين ال 3000 ونص هنا وهنا ال 3700. بص عملي جاب لي 3600 3650 وصلت. طب لو انا مثلا قلت له هنا مثلا 4000 مش هيجيبها، لان احنا قلنا من 3 ونص ل 3700، فاهمين قصدي؟ طب لو انا مثلا قلت له 3550 هتحمر. تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام تمام. وبختار انا الكالر اللي بعين اي لون بالظبط. كمان بصوا بقى يا شباب، بقى الجزء اللي جاي ده، دي احلى ما في الكونديشنال فورماتنج، اسمها الدوبليكت. يعني ايه دوبليكت يا شباب؟ الدوبليكت اللي هي المكرر، انا عايز اعرف ايه اللي متكرر عندنا،
فاهمين قصدي؟ ايه الحاجه المتكرره بس اعمل لي عليها لون. تعال بقى نشوف هنعمل ايه. بص يا شباب، هنيجي هنا كده مثلا نعلم على العمود ده كله ونقول له كونديشنال فورماتنج هايلايت، واقول له اعمل لي دوبليكيت، يعني اعمل لي لون على الحاجات المتكرره. فاهمين قصدي؟ فاهم قصدي يا عمرو؟ فدي اعمل لي لون على الحاجات المتكرره ودوس دوبليكيت اهي، دوس عليها. بص حصل ايه؟ قال لك ان في واحد اسمه حسين يزن هنا وهنا، خدت بالك؟ الحاجه المتكرره اللي هو الدوبليكيت زي الاسم او رقم اي أو كان أي, اي حاجه اي حاجه، هو هيجيب لك الحاجه الشبيهه في نفس العمود. وصلت؟ ها ممكن بس الحته دي تاني، بس الاخيره دي بس دي انا بعشقها على فكره. مين اللي كان بيسال السؤال الجميل ده؟ معلش انا بس الحته لو بتاع التكرار دي ما فهمتهاش. بص بص يا علي، الحته دي انا بعشقها. طب لو انا عايز امسح الحاجه اللي موجوده هنا، ادوس هنا كده واعمل كلير، كلير فورمات مروم سيلكت ده. طب عايز ارجعها تاني، ادوس هنا كده علي واعمل هنا كونديشنال فورماتنج هايلايت، اهي هايلايت الدوبليكيت اهي، خلاص وادوس انتر وادوس اوكي. بص قال لك ان دي متكرره. طب لو انا خدت مثلا اسم مثلا زي واحد اسمه سعيد محمود ده كده ونقلته هنا كده، بصوا نورت اهي، سعيد وسعيد، حسين وحسين. فاهمين قصدي؟ ان هو اي حاجه هتخش جوه المدى ده ومتكرره هتلاقيه نورها لك. وصل كده يا شباب؟ تمام ولا ايه؟ تمام. حلوه دي؟ ماشي. تعالى مثلا ممكن نعمل مثلا حاجه ثانيه في الكونديشنال فورماتنج دي، ان احنا نقول له ايه؟ انا عايز اكبر خمسه او اكبر خمس مرتبات او اكبر ثلاث مرتبات. صح كده؟ صح كده يا عمرو؟ احنا ممكن نقول له احنا عايزين اكبر ثلاث مرتبات، اكبر خمس مرتبات وهكذا. فينا بقى ننقل بقى على القايمه اللي بعديها، اللي هي قايمه توب وبوتوم رولز. توب 10 توب بوتوم، يعني اعلى 10 واقل 10. نعلم على دورك كده ونعمل كونديشنال فورمات. في حاجه اسمها توب اهي، خدت بالك يا خالد؟ تمام. توب اهي، توب 10 اول ما ادوس عليها كده، بص قال لك اول 10 اهو، جاب لك اول 10 مرتبات. طب لو انا قلت له انا عايز اول خمسه، اول اربعه، اول ثلاثه، اول اثنين، يعني دي اعلى مرتبين في القايمه دي كلها. فاهم قصدي؟ تمام. وصلت كده عمرو ولا ايه؟ الدنيا كويسه معاك ولا ايه؟ انت ممكن الحته دي تاني عشان انا لخبطت، انك انت بتقول مرتبات، يعني المفروض انت عملت دوبليكيت، اللي هي الدوبليكيت فاليوز. ايه بقى يعني؟ ايه بقى انت حضرتك حطيت الوان على ايه المرتبات؟ ما انا قلت له احنا عندنا دي قائمه مرتبات، صح؟ مظبوط. انا عايز اعرف ايه اكبر خمس مرتبات فيهم بس. تمام. فباجي اقف عليها كده، او اقف على العمود كله واقول له فورمات توب اند 10 توب 10، واقول له توب اهي، دوس على دي كده، دوس عليها اهي، اهو بص جاب لك العلامات اهي. طب لو انا قللتها شويه، اقول له انا عايز اكبر خمس مرتبات. طب لو انا عايز اخليها اكبر ثلاثه، هو بيقيم طبعا اكبر خمس مرتبات ويعلم عليهم بالظبط. طب بص كده لما دوس انتر ودوست هنا كده، المرتبات ما بين 3700 و3900 وهكذا. طب انا كتبت مثلا 10، ها ايه اللي هيحصل لو انا كتبت 10؟ لا دول مش اكبر خمس مرتبات، لا اكبر 10000 ولا 10؟ لا 10000 طبعا، 10000. اه طبعا 10 يبقى اكبر. بس لاحظ بقى، مش هم 1 2 3؟ اه لو كتبت هنا 10 اتشالت من هنا اتحطت هنا، ما انا اقول له انا عايز اول 3 بس. انت قايل له اول 5 ولا اول 3؟ تعال نشوفها من الاول. هنعمل كده ونعمل كلير رول، كلير اهي، ونقف هنا كده ونقول له احنا عايزين اول اثنين يا عم، اول اثنين توب 10 اهي، توب 10 اهي، ونخليها اول اثنين، اول مرتبين يعني اكبر مرتبات. تمام. بس اوكي. لو كتبت هنا 10000، بص ادي اول مرتب، اول مرتب 3900، ثاني مرتب 3700، صح كده؟ اه. طب لو انا كتبت 10000، بص كده يبقى هياخد ال 10 وال 3900 بس. ايوه. ايه رايك؟ اه فهمت كده. حلوه جدا جدا. يا جماعه دي جميله جدا. ايه رايك يا خالد في الموضوع ده؟ جميلة. يعني موضوع الدنيا معاك كويسة ولا ايه؟ لا فاهم. ايه ماشي تمام. تعالى بقى نعمل بقى لقطة حلوة دي كده، الكونديشنال فورماتنج ان انت تقدر تعمل، وفي بقى كمان جريديانت داتا بارز. داتا بارز دي تعمل ايه بقى؟ بص هنا بقى مش لازم انك تحدد له اكبر واصغر، هو بالنظر هيشوف. بص اهو الجريديانت دي او الداتا بار دي بتلقط النظر على طول. بص كده ودوس على دي كده، بص خدت بالك ان هي ال10 دي مقارنه بتوتال المجموع كله. طب لو انا خليت دي مثلا 5 مثلا، معلش هو حضرتك عملت ازاي الميجرمنت او
حاضر حاضر. بص اوتوماتيك. بص اهي بص اهي، انا علمت على العمود كله خلاص تمام. واجي هنا كده، في هنا حاجه اسمها داتا بار بقى، تمام، اللي هو بيعمل لك زي مخططات شرطيه جوه جوه الخليه نفسها. ماشي، هنيجي نقف هنا كده ونقف على دي كده. بص اول ما دوست عليها ايه اللي حصل؟ ما دوستش، انا وقفت بس عليها، وقفت بس. ايوه تمام. طب نخليها مثلا بالشكل ده كده تمام. وصلت اهي. طب انا عايز اخلي ال10 دي تقل شويه، يعني ال10 دي باين قوي ان هي اعلى واحده فيهم. طب لو خليتها مثلا، خليتها مثلا 3000 اهي، بصوا كلهم طلعوا اهو. كاتب يعني بص الرقم ده 3900، هو عمل على اساس اكبر رقم صح؟ بالظبط، عمل على اساس اول اكبر رقم. حلوه دي جدا يا جماعه، حلوه دي يا شباب. وصل كده يا شباب؟ هو اكبر رقم مال الخليه كلها باللون ونسب بقيه الخلايا. بالظبط بالظبط، حلوه دي. خلاص كده يا شباب تمام، نكمل الحته دي كمان، نكملها تمام. وفي بقى طبعا بقى اللي تعمل مثلا زي علامات مرور وحاجات زي كده، يعني ممكن تعلم كده هنا كده، وتعمل بقى ايه زي اللي هي كلر سكيل والالوان دي، واللي هي كل ما يكون كبير كل ما يكون لونه غامق، وكل ما الرقم يقل كل ما اللون يفتح، فاهمين قصدي؟ وهنا مثلا الايكون اللي هي مثلا ايه اللي هي زي فيفا والكلام ده، اللي هو ايه اللعيب بورصه، اللعيب اخضر لفوق واللعيب احمر يبقى واقع واللعيب، فاهمين قصدي؟ الجمل دي وممكن تعملها بالشكل ده كده، اللي هو يعني اشكال كتير، فاهمين قصدي ايه؟ تمام. نيجي بقى دلوقتي بقى ان احنا عايزين نطبع الاكسل، يعني انا دلوقتي عملت شويه حاجات وعايز اطبع، هنعمل ايه؟ شايفين كلمه برنت دي كده ده. طب معلش ممكن سؤال بس قبل ما نطبع؟ اتفضل. ارجع تاني للصفحه دي كونديشنال فورمات. اتفضل. اي كان دلوقتي انا حددت الخلايا دي بالبوردر، ايا كان شكل البوردر، لو عاوز اشيل اخلي الباقي ابيض، يعني مش عاوز اخلي الخلايا اللي هي ببوردر خفيف اللي ما اتعلمش عليها بوردر، اعملها ازاي؟ لا فهمني اكتر، يعني فهمني الحته دي. انت شايف على الشمال او الخلايا اللي انت عامل لها بوردر موجوده، اللي هي اني خلايا، قول لي كده اني خلايا، كل الخلايا اللي هي بوردر من اول رقم موبايل. اللي هي قصدك اللي هي التحديد دي. ماشي تمام تمام. على يمينها بقى البوردر الافتراضي الفاضي ده، ازاي اخليه ابيض خالص؟ ابيض خالص اللي هو ما يبقى يبقى حتى ما فيهوش حتى المربعات دي. بالظبط. لا هي هو لا اما كله مربعات لا اما كله ابيض، حاجه من اتنين، ها تختار ايه؟ يعني ما ينفعش دي ما هي دي. لا دي للاسف لا، يعني انت ممكن تعمل كده بس في هنا فيو في حاجه اسمها جريد لاين، لما تيجي تدوس على الجريد لاين دي ابيض تاني. هو ده اللي انا عاوزه، هو ده بس كده بس في فيو. تمام، فيو جريد لاين. تمام فيو جريد لاين. تمام كده يا شباب، اطبع بقى. تمام اطبع بقى، يلا بينا. بص هي لا انت لما هتيجي تطبع هو مش هيبين لك الجريد لاين اساسا، هو انت كنت خايف من كده يا علي يا خالد؟ لا 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 لا، بس انا بشوف يعني انا بحاول احيانا اعملها كده، بلاقي ناس عامله الشيت كده بس انا ما بعرفش اعملها، فانا لا 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 بس انا قصدي لا انا قصدي ان انت ممكن تطبع وهي جريد لاين، يعني ممكن وهي جريد لاين كده. أيوة عارف وهي ما تظهرش، ما تظهرش عادي. تمام تعالى بقى نيجي في الطباعه. الطباعه دي على فكره فني شويه يا شباب، لان في شويه حاجات هوريكم دلوقتي هتفرق في ايه. خلاص بص كده ايمان، عشان لما تيجي تبيع مثلا ولا حاجه، مثلا اي حاجه فاتوره ولا حاجه، تبقى شايفه الحته دي بتتعمل ازاي. احنا عندنا جدول اهو تمام. الجدول ده فيه دي جدول عربيات من الاخر، العربيه ايه والشكل وهكذا، وهنا من اول ايه لحد ال، من اول ايه لحد ال، جدول كبير اهو. انا مش عايز اخش في التفاصيل، انا بس عايز اعرف انا هطبعه ازاي، فاهمين قصدي؟ هنيجي هنا كده وهنيجي مثلا وليكن هندوس على فايل اهو، ونروح عاملين برنت اهي، فجاب لي المنظر ده. بص المنظر ده كده يا شباب، من اول الميك، خدت بالكم من دي؟ تعالوا كده نبص لها اكتر، من اول الميك لحد فين؟ لحد الفيولز تايب. خدت بالكم ولا لسه؟ شايفينها ولا ايه؟ من اول ايه؟ الجدول واخد من اول الميك اللي هي الماركه لحد الفيول تايب، شايفينها دي؟ تمام. هو قسمها لاربع صفحات. ايوه بصوا بقى الحته دي، بصوا احنا عندنا من اول الميكر لحد البرايس، يعني عندنا من اول الماركه لحد البرايس، هو خدها لحد فين؟ لحد هنا، يعني خد الجزء ده كده والجزء ده نقله في صفحة تاني، فاهمين قصدي؟ وانا عاوز اطبع على صفحة واحدة. ايوة حلوة دي، يلا بينا يا عم خالد. يلا بعد اذنك يا مهندس، هو خد انهي جزء؟ خد الشيب كله ولا خد انهي جزء؟ شايفين الجزء اهو، بص الجزء ده خد من اول هنا كده لحد هنا،
كبر لنا بس الشيت ده يا مستر بعد اذنك. اهو خد من اول هنا كده لحد هنا مقطع كده في خط مقطع بعد ايوه في خط اهو يا شباب اهو ثانيه اهو تعالى نعمله كده. لا دي لا عايز اعملها كده معلش اتعود بس على دي اي دي ده. بص يا شباب اهي في خط مقطع اهو اللي هو كده شايفينه ده ده فاصل الصفحات فاصل الصفحه خدت بالكم ولا يا شباب اهو معلش ممكن تجيبها يعني نلغي الفيديو ونجيبها هي الصفحه نفسها اسفل حضرتك يعني ايه يعني مش فاهم حاجه فيديو الفيديو بتاع حضرتك هو اللي كبير الصفحه لا طب يا ستي اهو عندنا اهو كده كويس كده كويس ولا ايه الو الشيت مش ظاهر قدامي طب الشيت ظاهر قصادكم يا شباب اه انا ظاهر قدامي تمام اكمل يا امان حاضر بص يا امان احنا ممكن يا شباب حتى ممكن ناخد بريك مثلا على 9:30 واخش اتكلم معاك يا امان اوكي تمام ماشي في بريك نعم في بريك بس 9:30 مش دلوقتي يعني كمان تلت ساعه خلاص بصوا يا شباب فهنا السيشن لحد 11 صح ايوه طبعا ايوه طبعا معلش انا نسيت بس اعمل حاجه لحظه باذن حضرتك هو الريكورد مسجل يعني المحاضره مسجله اهي معلش انا لسه عاملها دلوقتي بس كده كده انا مسجلها Recording in progress. بس كده اه معلش انا لسه كنت لسه خدت بالي حالا بس اللي فات راح طبعا اه اللي فات انا معايا انا كده مسجله على فيديو هبقى ابعته لكم حاضر هبعته لكم خلاص ماشي يا شباب فكده اهي الجزء ده كده شباب موجود فاحنا بقى دلوقتي احنا عايزين نعمل اللي هو البرنت دي نطبعها كلها بصوا بيقول لي ايه بقى هنا بيقول لي هنا برنت اكتف شيت اهي او برنت انتاير معلش يا خلاص انا ظبطتها ممكن بس نعيد حته البرنت تاني حاضر بص هنيجي هنا كده هنيجي على كلمه برنت فايل اهي برنت اهي ونيجي نعمل الجزء ده كده بصوا هيظهر لي لحد الفيول تايب فانا عايز بقى ايه اطبع كله فهنا بقى في جزء اهو بيقول لك ايه انت عايز الاكتف شيت ده اللي انت كنت واقف فيه اللي هو الحته دي كده اللي هي البرنت دي اللي هو الجزء ده كده ولا عايز تطبع ولا عايز تطبع الانتاير ورك بوك اللي هو الورك بوك كله فاهمين قصدي اللي هو الشيت كله بصوا كانت دي 4 صفحات بصوا بقت كام 80 صفحه خدتوا بالكم ولا يا شباب فانت خد بالك من اللقطه دي انتوا سامعيني ولا ايه اه تمام خد بالكم من اللقطه دي عشان هنا كده تبقى اكتيف ورك شيت اهي او حاجه اسمها برنت سيلكشن سيلكشن يعني ايه بقى بصوا لما نيجي نعلم مثلا على الجزء ده كده مثلا اللي هو من اول ميك والكلر لحد البلاك هندوس كده فايل وندوس على برنت ونقول له ايه برنت سيلكشن بصوا طبعا هيتبع لي الجزء ده بس المربع ده بس فاهمين قصدي في عندنا 3 حاجات لا اما تطبع الشيت كله الكبير كله لا اما تطبع الشيت اللي انت واقف فيه لا اما تطبع جزء من الشيت نفسه وصلت كده تمام طب ما انا لما بطبع لما اطبع الشيت بيقسم لوحده ايوه احنا لسه جايين والله يا اخي الحق اه طيب ماشي وصلت كده يا شباب فكده احنا نعم معلش اطبع الشيت كله ازاي ترفع الشيت كله ازاي اطبع الشيت كله الشيت ايوه ما انا اهو تطبع هنا تقف على دي كده برنت اكتف شيت او الجزء ده كده طب انا بقى دلوقتي عايز ادخل العمدان اللي هو خافيها لي تدخلها مع بعض يا خالد فاهم قصدي هنيجي هنا كده في هنا حاجه اسمها نو سكيلينج هنيجي هنا كده ونقول له احنا عايزين كل العمدان تخش جوه الصوره وصل كده خالد هنقول له احنا عايزين كل العمدان تخش جوه الصوره هندوس كده دخل تاني اهي فاهمين مش هيتاثر على الكواليتي بتاع الريزوليوشن الصوره تعالى بقى نظبطها هنعمل ايه بقى اول حاجه بيقول لك انت عايز تطبعها على برنت وان سايد ولا بوث سايد يعني عايز تطبعها على ورقه وش واحد ولا ورقه وشين يعني الوش الاولاني والوش الثاني فاهمين قصدي الو ايوه تمام ماشي تمام في حاجه اسمها نو ستيبلز دي انا بصراحه مش عارف يعني انت عايز ان انت لما ستيبلز دي يا جماعه اللي هي الدباسه انت عايز تخليها على اليمين ولا لا بصراحه الاوبشن ده مش عارف يعني ممكن تخليها على الشمال يعني اللي هو بيقول لك توب ليفت اللي هو تبقى فوق على الشمال هنا كده او بيج اورينتيشن انت بقى عايزها بالطول ركز كده معايا عمرو في الحته دي وخالد عايزها بالطول كده بورتري ولا عايزها لاندسكيب بالعرض كده لاندسكيب طبعا
لاندسكيب ونخلي بقى ايه بقى، بيقول لي بقى انت عايزها لتر ولا لا، خليها زي دي ما زي ما هي تمام، يعني خلي دي كده زي ما هي. المارجن بقى، المارجن دي يا جماعه اللي هي المسافات او الهوامش اللي على الجنب دي كده، بص قد ايه الابيض ده كده، خدت بالك من الابيض ده قد ايه؟ احنا بقى ممكن نعمل ايه، نعمل المارجن دي كده ونخليها كاستم، او بص انت شايف نارو دي اللي انت هتصغر المسافه البيضة دي كده اهي كده، لا صغرت شويه، واقول لك هتصغرها شويه، هتصغر اكتر ازاي، خليها نورمال زي ما هي كده. لما ندخل العمدان كلها في الخلقيه اتعملت بقت صفحتين، صفحه اهي صفحه تانية اهي. احنا بقى عايزين بقى نخليها ايه، نخليها معلش بس اخر جزء، طب ازاي نعم ماشي اخر جزء لا الشيت صغر مره واحده كده، يعني الشيت صغر انهي جزء فيه؟ الجزء لما حك الشيت صغر مره واحده قلت ممكن ورجع تاني، يعني دي كده هي الاورينتيشن دي كده، ده كده البورتري، بعد كده ممكن تدوس عليه كده ونخليه لاندسكيب بالعرض كده خلاص. وممكن بقى نروح عاملين دي كده فيت اول بيج فيت شيت اون وان بيج، خدت بالك من دي يا خالد اللي هي بيقول لك ايه، خلي الشيت كله في صفحه واحده، خليها لي كلها في صفحه واحده، انت فاهم قصدي؟ وممكن بقى دي بقى اللاندسكيب دي هتبقى يعني مساحه تبقى كبيره قوي، فنخليها ايه اللي هي اسمها ايه بورتري، ونيجي هنا في المارجن اللي هي الفاضي ده اللي هو الفاضي اللي هنا ده كده، ونخليه هنا كده، ونيجي نخليه نارو نارو، خدت بالك المسافه قلت، يعني تعال نخليها نورمال دي كده، بصوا المسافه هي كانت واسعه صح يا زعم؟ مظبوط، لكن لو انت عملت لها هنا كده نارو المسافه قلت شويه، فاهمين قصدي ايه؟ وهكذا، دي لما انت تعملها فيت شيت ان وان بيج فهتبقى بالمنظر ده كده. دي كده الطباعه وشكل الطباعه عشان لما تيجي تبقى انت عارف تطبع ازاي، بتقعد تغير في الاشكال هنا كده وفي الداتا عشان تظبطها تمام. وصلت كده البرينتر؟ تعالى بقى على البيزك اجريجيشن، اول معادله في حياتك هتعرف تكتبها دلوقتي تمام كده. مين اللي كان عايز يكتب معادلات في انا؟ هي دي مهمه جدا، يلا بينا يلا بينا. انت ازاي هتعرف تكتب اول معادله ليك في حياتك في الاكسل؟ وصلت؟ تعالى بص هنا، شايف هنا دي 2 زائد 2، خدت بالك الناتج هنا يبقى ايه؟ 4 صح؟ الو مظبوط، خليك بقى معايا بقى وافتح بقى المايك ويلا بينا. بص اي معادله بتتكتب في الاكسل، اي معادله خلقها ربنا بتبتدي بكلمه يساوي، يساوي ايكوال اهي، شايفها كده؟ تمام. انت دلوقتي عايز تجمع دي زائد دي، هتدوس على دي كده، اول ما تدوس جاب لك ايه؟ بي 3. يعني ايه بي 3؟ العمود العمود والصف، جاب لك الخليه، العمود خلية. والصف اللي هي الخليه، خدت بالك؟ تمام. بعد كده هنكتب ايه؟ زائد، زائد دي اللي هي ايه؟ شيفت يساوي، وصلت يعني كده؟ ايه زائد هي شيفت يساوي؟ تمام ايوه خلاص اوكي تمام كده كويس. انا ايوه حاجه بتدينا البوتون، انا افتكرت في حاجه ماشي. لا شيفت يساوي اوكي اللي هي زائد يعني اوكي او زائد اللي هتلاقيها على اليمين خالص، يعني على اليمين على خدت بالي خلاص ماشي. اصل انا الكيبورد عندي اللي هي 14 بوصه اوكي ايوه مظبوط ماشي اي. وبعد كده ندوس على ايه؟ على الخليه الثانيه، يبقى بي 2 بي 3 زائد ايه؟ بي 5. وحتى كمان هو ملوتها لك، يعني الزرقاء زائد الحمراء مظبوط. وندوس ايه؟ وندوس ايه يا عمرو؟ ها انتر انتر، جاب لك ايه؟ الاربعه. تمام. الفكره بقى في ايه بقى؟ ان انت لو جيت هنا غيرت وخليتها بدل الخمسه، بدل الاثنين خليتها خمسه ودوست انتر، بقت سبعه. هي دي بقى فكره المعادله؟ ايوه. ان اي انا لما اعملها في الكولمين تحت او في الكولم تحت أو في بالمعادله دي او مغير الاكويشن تتعمل لوحدها اهي قدامك اهي، عمل اهي. طب نخليها مثلا 20. بعد اذنك يا باشمهندس بس معلش. اتفضل. حضرتك كتبت رقم فوق لو مثلا 20 تحتها بلس تحتها الاثنين، يعني هو فهم ازاي اللي احنا بنجمع؟ انا بكتب له هي بتجمع، انا بكتب له انا بجمع، ما هي الزائد اهي. انا بس بوريك ان احنا هنجمع دي زائد دي، فاهم قصدي؟ تمام ماشي. طب او مثلا تعالى مثلا نخلي بدل الخمسه دي عمر مثلا 20 وندوس انتر، بقى 22. حلو. تعالى نتكلم بس اللي هو ايه، مثلا كتبت رقم لوحده تحتيه زائد تحتيه رقم تاني، فيعني ما انا عايز اوريك اجمع ازاي، ما انا عايز اوريك يعني دي العمليه دي اسمها جمع، يعني فاهم قصدي؟ طيب تمام تمام. تعالى بقى، طب خليك معايا انت، تعالى بقى في الحته دي، تعالى هنا كده.
احنا عايزين نطلع الناتج بتاع 6 ناقص 2 نطلعه هنا في الاصفر ده. يا جماعه بصوا، لو انتوا عايزين تعملوا الناتج، الناتج ممكن يظهر هنا او هنا او هنا او في اي حته، فاهمين؟ بس انا بخليه تحتيها. هندوس هنا كده. هنعمل ايه يا علي؟ اول حاجه هنقول يساوي اهي، يساوي بعد كده 6 ناقص 2. 6 ناقص 2 اللي هي 6 ناقص 2 كده، اللي هي لا اخليها استنى معلش، خليها 6 ناقص 2 كده. هل كده هتجيب نتيجه؟ لا هتجيب، لو دوست انت هيجيب لك 6 ناقص 2 يساوي 4. بس عارف يا عمرو ايه الفرق ما بين المعادله دي والمعادله دي؟ ان انت لو غيرت فوق الرقم الست ده مش هيديك النتيجه تحت العكس. لا انا لو عايز اطلع مثلا 10 ناقص 2 هعمل ايه؟ ادوس دبل كليك هنا كده واكتب هنا 10 يساوي 10 ناقص 2 هيجيب لي 8، هتبقى ممله، فاهم قصدي؟ لكن لما اخلي كل حاجه في خليه واقعد اعدل هتسمع لوحدها، هتسمع احسن، فاهم قصدي؟ يعني مثلا اقول له ايه هنا؟ يساوي 6 ناقص ناقص اللي هي داش اهي، اللي هي داش اهي ناقص 2 هي دي، وادوس انتر بقت 4. لو انا كتبت هنا مثلا 50 ناقص 2 48، طب لو كتبت هنا مثلا 30 ناقص 2، فاهمين كده احسن. هو ترجم لوحده يعني. ايوه كل واحد في جنب، احسن ما ادوس في المعادله وادوس دبل كليك كده واقعد اكتب جوه المعادله من جوه، فاهمين قصدي؟ بالراحه كده يا باشمهندس، عشان بس انا مش بعملها معاك كتكنيكال. انت دلوقتي اول ما بتعمل يساوي بتدوس ايه؟ بتدوس البي 3 او هي الوحده بتيجي بي 3 ولا انت بتكتب؟ لا انا بدوس بس على الخليه وهو بيجيب لي اسمها، يعني بدوس يعني اول ما بندوس يساوي وادوس على دي كده كليك شمال اهي كده، كليك شمال، كليك شمال مش كليك يمين، كليك شمال. خلاص كده وصلت كده. يعني انت عملت يساوي ودوست على الخليه اللي فوق، بعد كده عملت ماينس ناقص اهي، ناقص اهي، ايوه ادوس على الخليه. ايوه بعد كده الخليه بتاعت، بس هو جابها لي انتر، يبقى خلاص ادوس انتر. سلام عليكم. طب لو عندي جدول مثلا في ال 30 وتحتيه مثلا نزلنا لتحت الرو لحد 40 مثلا، 40 رو هيبتدي يغيرهم كل ما اغير الرقم؟ تطرح ولا عملها ازاي؟ تطرح يعني قصدك؟ لا اجمع. استنى ما هو استنى ده اللي جاي، استنى بقى شويه. ده اللي جاي. اوكي باشمهندس معلش اتفضل. يعني انا اسف، يعني ممكن حك يعني ال 20 زائد 2 ده كانوا تحت بعض، يعني كانوا جاهزين حك على كتبت على طول، ممكن حك تعملها قدامنا مثلا؟ تعال هنا مثلا، هنا كده 10 وهنا مثلا 2 مثلا وانا عايز الناتج هنا كده، هنا في الجزء ده كده خلاص. هدوس بيساوي وادوس على ال 10 دي كليك شمال زائد اهي دي كده، ودوس على دي كليك شمال، دوس انتر جاب لك 12. تمام ماشي، وصلت كده؟ وصل. لو غيرنا بقى ال 10 والاثنين هيبتدي يدي اوتوماتيك النتيجه من غير اي. لو 10 اهي، لو 10 دي خليتها مثلا 8 بقت 10 تحت اهي. لو طبعا. خليت 2 دي مثلا 4 بقت 12 هنا. تمام. حلو ده يا شباب؟ الدنيا ابتدت تتحسن شويه؟ تمام. نكمل. الله يبارك لك يا مصطفى حبيبي. تعال هنا كده في الجزء ده كده، القسمه تمام. هنيجي ندوس هنا كده صح كده، احنا خلاص بقى فهمنا بقى المعادلات ماشيه ازاي، فاهمين قصدي يا عمرو؟ هنعمل ايه؟ طب استنى مستر بعد اذنك اتفضلي. 8 رقم ال10 و2 عشان يطلع لنا الناتج 8 اللي حضرتك لسه كاتبه دلوقتي فوق، ليه ما كتبش اسم الخليه نفسها؟ طب تعالى نمسح يعني دي كده، طب تعالى نمسح دي كده ونشوف تاني اهو، نعمل كده اهو، نكتب هنا 10 صح كده وهنا مثلا 8 صح كده ولا ايه؟ تمام. انت عايز الناتج في انهي حته؟ مش عن المشكله، مش في الناتج، انا كده فهمت موضوع الناتج، انا قصدي ان حضرتك لما دوست ايكوال ومثلا 10 زائد مثلا 8 ماشي ظهر 10، ما ظهرش اسم الخليه اللي مكتوب فيها ال10. طب ما تيجي نشوف اهو، يلا نشوف هنا كده ونشوف. تمام. يساوي صح كده؟ صح؟ تمام. دي كده كليك اهي. تمام؟ اهي كده جابت ايه؟ ال2 اهي، ال2 اسم الخلية. ايوه. زائد اهي. دي كده. جابت ايه؟ جي2 اللي هي اسم الخلية برضه. تمام. ودوس انت. يعني هي لما دوست بتجيب اسم الخليه. بالظبط، جابت لي 18، لو جبتها هنا كده اول ما ادوس كليك شمال بيجيب اسم الخليه. بالظبط، لما ادوس 10 و10 يبقى وصل الكاس. وصل. تعالوا بقى هنا كده. يلا عمرو في الحته دي، طب بقول لك ايه يا امان؟ خليكي معايا في الحته دي انت كمان. احنا بقى عايزين نقسم ال10 على الاثنين، هنعمل ايه؟ هندوس يساوي. يساوي. وبعد كده نعمل كليك ليفت على 10. اهو. بعد كده على دي بقى، على دي اللي هي ظهر، اللي هي ظهر، اللي هي جنب الشبكه. ايوه.
خلاص، تمام بعد كده ندوس على دي كده وندوس انتر. انت خمسة خلاص اسامه وصلت كده يا ايمان؟ اه تمام. طب تعالوا في الضرب، يلا ايمان انت اللي هتساعديني بقى. يلا اول معادله نبتدي بايه؟ ايكوال. ايكوال كويس. ها هنكتب مثلا 2، هنكتب 2 كده ماشي. لا عشان قلنا ندوس على الخليه الاول. ايوه ايوه ندوس على الخليه صح كده جدع. صح كده ندوس على الخليه. في دي بقى اللي هي شيفت 8، اللي هي شيفت 8 علامه الاستريك هي كده 8. تمام تمام. وبعد كده ندوس على دي يبقى اف 12 في اف 14 وندوس انتر يبقى 2 في 5 بكام؟ 12. تمام وصلت كده يا شباب ولا ايه؟ وصلت يا باشمهندس. حلوه كده الموضوع بقى احسن شويه. لا احنا من ساعة بالظبط كنتش عارف. طب كويس جدا. تعالوا بقى يلا بقى نخش بقى على اللي بعديه. تعالوا كده نخش. يبقى الصم اسمها، بصوا يا جماعه الجمع اسمه ايه؟ صم. صم خلاص اسمه صم. الطرح اسمه ماينس. الفوردر سلاش دي او باك سلاش اسمها ديفايدد اللي هي على، وملتي بلاي اسمها ايه؟ استريك. خلاص شباب نكمل. الو ايوه تمام. ايوه ايوه, أيوة. حاضر حاضر والله حاضر. نسحب دي كده على جنب كده شويه. اوه تعالى بقى الكلام ده حلو قوي 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 قوي. انتوا كده شايفين صح؟ كده شايفين انتوا صح؟ بيقول لك ايه؟ احنا عندنا رقم الموظف واسم الموظف والمسمى الوظيفي اللي هو محاسب ولا اداري ولا مهندس والرواتب بتاعتهم والموبايل. ركز بقى يا عمرو بقى معايا بقى في الحته اللي جايه دي. خالد انت معايا صح؟ ايوه. طب احنا عايزين اجمالي الرواتب هنعمل ايه؟ عايزين نجمع كل الرواتب اللي موجوده. ايه رايك يا امان في دي؟ اه ما هنحدد الخانه اللي فيها الرواتب كلها صح؟ هنعمل ايه بقى؟ بصوا يا شباب احنا قلنا عمرو انت معايا صح؟ حضرتك اه. بص احنا قلنا ايه؟ لما نيجي نجمع ندوس يساوي بعد كده ده زائد ده صح؟ نكمل. لا احنا هنحدد الخليه الصف كله بقى زائد ده. ما احنا قاعدين فاضيين بقى زائد ده ولا ايه؟ هنا بقى يجي فكره حاجه اسمها صم، معادله اسمها صم. بص بقى هنا بقى المعادله بقى بتتطور. انت عايز تجمع كل ده صح كده يا عمرو؟ ايوه هو ده. فاحنا بقى عايزين نجمع كل ده هنعمل ايه؟ ندوس يساوي. احنا عايزين نجمع هنا، نجمع في الخليه دي يساوي وفي معادله اسمها صم اس يو ام اهي صم اهي، وندوس عليها دبل كليك دبل كليك دبل كليك شمال يعني كليكين شمال. خلاص فتح لي معادله اهي. يقول لي ايه بقى اللي انت عايز تجمعه؟ اقول له بص بقول لك ايه، اجمع لي كل دول. دوس بص بقى ركزوا بقى في اللقطه دي معلش كده لحظه. انت هتدوس على دي كده كليك وتسحب، ما ترفعش ايدك من فوق يعني تدوس. بص يا شباب هتدوس على كليك كده وتخليك دايس وتروح نازل لتحت. اعلم على كل ده بس مش من فوق مش من الاكس، انا هنزل على الرقم واجمع الارقام كلها جوه. بالظبط بالظبط. بس يا امان عشان تفتكر الجمله دي هتدوس كليك وتنزلي، تدوس كليك وتنزلي، ما تدوسيش كليك وتروحي نازله، لا تدوس كليك وتخليكي دايسه على الكليك وتروحي ساحبه لتحت. وصلت؟ تمام تمام. اهو هندوس دايسين كده دايسين وننزل لتحت كده 41048 وندوس انتر. انا حضرتك دوست كليك بالماوس ونزلت لتحت. بالظبط. وصلت كده يا شباب؟ طب ما احنا ممكن نعمل هو شيفت الت وسهم لتحت. براحتك ماشي حلوه دي برضه حلوه دي، بس احنا بنتكلم الناس البيزك جدع. حلوه الحركه. اه فعلا فعلا كويس قوي، حلوه برضه الحركه دي. طب تعالى بقى نشوف اجمالي عدد الموظفين. ايه رايك في دي يا عمرو بقى؟ ايه رايك خالد؟ ايه رايك لو تساعدني في الحته دي؟ هل تعرف الحته دي ممكن تساعدني فيها؟ طب انا هقول لك هتبقى نفس الاسلوب ولا لا؟ هتبقى قريبه من بعض. هقول لك دلوقتي مش احنا قلنا ان صم دي بتجمع؟ اه. في بقى معادله اسمها كاونت. كاونت دي بتعد بتعد، يعني احنا دلوقتي عايزين عدد الموظفين، عايز اعرف كم موظف هنا. تمام هنيجي هنا وندوس كاونت يساوي. اول حاجه اي معادله اسمها ايه؟ يساوي. السلام عليكم. تمام هندوس كاونت اي كاونت اي سي او يو ان كاونت بس ايه كاونت اول ايه دي يعني اول كاونت ايه خلاص اسمها كاونت ايه يا امان. خلاص وهنعمل ايه؟ هنروح دايسين ونسحب لتحت. هندوس كده على اسم الموظف اهو كده ونسحب لتحت وهنعمل ايه؟ وبعد كده ندوس انتر. قال لك ان عدد الموظفين
19 واحد. طب عايز اتاكد يا عمرو من اللي انا قلته ده، هنعمل بعد اذنك لما حضرتك دوست لتحت يعني خدت السهم ودوست لتحت، دوست انتر بعديها؟ اه دوست انتر بس. طب تمام. طب لو انا عايز اسحب، عايز بقى اشوف الموضوع ده صح ولا غلط يا عمرو، نعمل ايه؟ هنروح واقفين كده ماسك بقى كليك الشمال من عند سعيد لتحت واشوف تحت السم كده، ننزل 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 ننزل. شايف الجمله دي كده عمرو؟ شايف الحته دي؟ اه انا مش شايف عندي قوي عشان اهو. شايف الرقم كام؟ ايوه 19 اهو 19. خدت بالك الرقم اهو وصل كده؟ طب بالنسبه للمعادلات بتاع كاونت وصم، كاونت ايه؟ انا كاونت وصم بالنسبه للمعادله انا بكتبها في الخانه ولا اول ما بدوس على الخانه بتظهر لي في القائمه اللي لا بتكتبي تكتبي اول حرفين كده كانك دكتور مثلا، عارفه الدكاتره بتعمل ايه؟ استاذ عمرو يقولها لي، الدكتور بيكتب لك اول حرفين وتقعد كده ويمشي فبيظهر الباقي في القائمه ده. ايوه اهو بصي تعالى نعملها من اول تاني اهي، يساوي يساوي كاونت اهي، بصي كاونت اهي ظهر لي كل الحاجات اهي، خدت بالك اهي؟ تمام. نختار تاني واحده اهي وبعد كده نعلم على كل دولت وبعد كده ندوس انتر. وصل كده يا شباب؟ وصل. ماشي خالد انت معايا؟ تمام. انت خليك معايا بقى المره دي، احنا عايزين نجيب متوسط رواتب الموظفين. متوسط يعني ايه يا خالد بالانجلش؟ افريج. افريج افريج صح ولا غلط شباب؟ احنا عايزين نجيب الافريج. فهنيجي هنا بقى يقول لك يعني مثلا الافريج كام، يعني مثلا يقول لك مثلا ايه المرتب عندنا افريج كام، خدت بالكم يا شباب؟ فهنيجي نعمل ايه، هندوس يساوي هنا كده يساوي وبعد كده نكتب افريج اهي، افريج اهي افريج اول واحده دبل كليك ونعلم على كل المرتبات او ندوس هنا كده وندوس انتر. قال لي ان المرتب اللي موجود 2900، بص شكل عامل ازاي، شايفين شكل المرتب عامل ازاي؟ مستفز صح؟ يعني رقم وحش جدا. لو وقفنا هنا كده شايفين كلمه هوم، هوم اهي هوم، شايفينها ولا ايه؟ شايفين هوم اهي، شايفين كلمه الكومه دي كده، لو دوسنا على كلمه كومه بصوا اللي حصل، اتقللت اهي الكومه دي اللي انت بعد كل 1000 او كل مليون تعمل زي كومه بعديها، فاهمين قصدي؟ الو ايوه ونقلل بقى، شايفين الديسمال دي اللي هي 63 دي، لو انت دوست على دي كده اهي قللتها خالص بقت 1950 على طول، اللي هو بيقربها لك لاقرب رقم، خدت بالكم؟ دوست على انهي يا مستر عشان تقللها؟ اهي 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 بتبقى هنا اهي نقللها، دوس على دي كده دي دي مرتين وصلت؟ هي على اليمين دي بتقلل، على الشمال دي اللي بتكبر الرقم بتزود. صح كده يا شباب؟ طب تمام. عايزين بقى نجيب اعلى مرتب، اعلى مرتب ها يبقى ماكس بقى ماكس. ماكسيمم، ما جاي من كلمه ماكسيمم يا شباب، احنا عايزين ماكسيمم. هندوس يساوي ام اي اكس اهي دبل كليك عليها، ماكس يا جماعه ماكس يعني ماكسيمم اعلى رقم، ونقف على اول مرتب كده وندوس انتر. قال لي ان اعلى رقم كام؟ 3900 جنيه. طب يا عمرو معاك. طب انا عايز احط مثلا هنا 5000، هل هيظهر لي هنا؟ انت عايز ماكسيمم مرتب، المفروض ان هو يلا نكتبها ونشوف. مثلا نحط مثلا قال لك ان اعلى رقم هنا 3900، طب لو انا كتبت هنا مثلا 5 اهي بص اهي ظهرت اهي، شفت دي حلاوه الاكسل، طب مجرد ما تكتب حاجه تظهر لك حته ثانيه، فاهم قصدي؟ هي فكره المعادله اصلا يعني جميله، انا بحب الاكسل، انا بعشق الاكسل يا عم. طب في حاجه يا مستر بعد اتفضلي، احنا في اعلى المرتب دوسنا على الـ على الـ من اول الاكس الصف كله صح؟ ايوه. طب احنا في معادله الصم فوق دوسنا من اول الرقم صح؟ طب تيجي نعملها، يلا نعملها في الصم، تعالي اجمالي الرواتب اهو، تعالي ندوس يساوي صم صح كده؟ دبل كليك عليها وبعد كده نقف على العمود كله، العمود كله نقف عليه اهو وندوس ايه انتر، انتر على طول اهو جاب لي رقم برضه. ايه رايك يا ستي؟ يعني ما فيهاش مشكله يعني؟ لا ما فيهاش مشكله تمام. خلاص شباب اقل مرتب ها مينيمم، الله عليك ستي والله، ده ايه ده يا جماعه، والله يا جماعه ما في يساوي تكرار يا مدرسه يساوي ام اي ان اي ام اي ان من من يعني مينيمم من دبل كليك عليها ونجيب اقل مرتب اللي هو ايه، ندوس عليها كده ندوس على العمود كله وندوس انتر. قال لك ان اقل مرتب 2036 جنيه، ايه رايكم يا شباب؟
لا سهل سهل، الدنيا كويسه يا جميل. عمرو؟ الدنيا كويسه يا خالد؟ لا فرق كتير. خالد تمام. تمام، انا هنعمل بس كده 10 دقايق بس كده، نبتدي على 10 الا ربع علشان تاخدوا كده نفسكم عشان اللي جاي حلو ان شاء الله. ماشي تمام ماشي، انا هعمل كده بس ميوت، بس انا معاكم على الجروب مش هخرج. خلاص تمام. مش هنطلع من اللينك. لا ما تطلعش، خليك خدوا بس نفسكم وارجعوا تاني. اوكي ماشي ماشي، سلام.